استغرب بس يعني التصريحات الاثيوبيه النهارده زي ما تابعت بيقول انه تم تغيير الخطه من 16 توربين الى 13 توربين، ويعني سيتم تشغيل توربينين فور الانتهاء من التخزين الثاني في شهر يونيو القادم. يعني من الناحيه الفنيه مش فاهم الكلام. احنا كنا في مفاوضات واشنطن العام الماضي اللي اثيوبيا تغيبت عن الحضور في اليوم الاخير لتوقيع هذا الاتفاق. كان مصر والسودان كانوا موافقين على ان التخزين يبقى 18.5 مليار متر مكعب ده في الصيف الماضي، ولكن هذه الكميه كانت بناء على اتفاق، ونحن نوافق على انهم يخزنوا 18.5 باتفاق، ولا نوافق على تخزين مليار واحد فقط دون اتفاق. ايه الفرق يا دكتور عباس؟ معلش يا دكتور عباس، يعني انا عايز افهم ايه الفرق بين الاتفاق ومن غير اتفاق؟ يعني لو هو الراجل بيقول، انت حضرتك بتقول ان احنا كنا موافقين ان احنا نخزن 18 مليار، هو خزن 5، يعني ايه الفرق؟ الضرر وقع وهو بيخزن اقل من اللي كان قايله. لا، الضرر هنا ليس، احنا ليس لا نتحدث فقط على الكميه المائيه، لكن اتحدث ان في توافق. انا دلوقتي اتفاق على انك هتخزن السنه دي 3.5 مليار، هنعمل حساب السودان وفي سدودنا، وبالتالي متوقع العام القادم هيبقى اللي واصل مصر كميه محدده ايضا، وبالتالي هيبقى في تنسيق. اذا كان هناك تنسيق يبقى هنا بنقلل الخطوره الى اقل درجه. هناك كميه مياه سوف تخصم من مصر والسودان لا جدال، ولكن احنا نستطيع ان نتحمل جزء من الخساره ونقلل الضرر الى اقل ما يمكن، ولكن الضرر واقع. لكن فرض الامر الواقع بقى هنا معناها انه هيخزن السنه اللي فاتت خزن 5 لانه لم يستطع هندسيا تخزين اكثر من ذلك. السنه دي هيخزن 13.5. وعلى فكره الاجراءات الانشاءات الهندسيه لم تتم حتى الان لتخزين 13.5، يعني السد بحالته اليوم لا يستطيع ان هو يخزن مليار واحد زياده عن الخمسه اللي تم تخزينهم. ده كلام هندسي فني يا دكتور. ايوه، ده كلام، ده مؤكد، واحنا متابعين بالاقمار الصناعيه وعند حضرتك الصور. لان الجزء اللي تم تعليته بوضع خرسانه ما زالت المياه بتمر من اعلاه، مش ممكن يرمي خرسانه والميه بتمر من عليه. في الخطوه الاولى انه يجففه ثم بعد كده يبدا يرمي الخرسانه، هذه الخطوه لم تتم حتى النهارده، يعني النهارده لسه المياه بتمر من اعلى السد. فاذا دي خطا، لكن ده مش معناه ان اثيوبيا لن تستطيع تخزين هذا العام. لان هذا الجزء يستطيعوا ان هم يفتحوا بوابات صغيره ويمرروا منها المياه الزائده من اعلى السد، ويحتاجوا شهر واحد فقط لتعليه هذا الجزء لتخزين هذه الكميه. وامامهم من الان الى بدايه موسم الامطار 3 شهور، ولكن يفضل بدء هذه العمليه من الان حتى يعني الخرسانه تستطيع انها تاخذ الوقت الكافي لكي يعني تشد. مش معقول هيرمي الخرسانه قبل الفيضان باسابيع. فبالتالي احنا متابعين الموقف الحالي، الى الان لم يتم تجفيف هذا الجزء ولم يوضع فيه اي كميه خرسانه حتى الان. دكتور عباس، هو الخزان اللي هو بحيره السد اللي خلف السد المفروض مخطط انه يشيل قد ايه على الحد الاقصى؟ 74 مليار متر مكعب. وبرضه ده يخلينا نعرف ان التصميم الاصلي اللي عمله مكتب الاستصلاح الامريكي في نهايه التسعينات نهايه الخمسينات وطلع بالدراسه النهائيه سنه 64 ان يبقى في سد يخزن 11 مليار متر مكعب فقط. صحيح. ولكن عندما اعلن في فبراير 2011 عن هذا السد، طبعا اعلن في فبراير وتم وضع حجر الاساس 2 ابريل 2011. لما اعلن في فبراير كانت بمواصفات الامريكيه ان 11 مليار فقط، ولكن زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي في ذلك الوقت كان عايز يبقى زعيم افريقيا وعايز يعمل اكبر مشروع في اثيوبيا، وبتخزين 11 مليار لا تحقق اماله وطموحاته. فالحقيقه يعني كان ورا المهندسين انا عايز سد ضخم مش 11 مليار، فتنهم رفعوا السعه الى 14 ثم الى 17 ثم الى 64 ثم الى 74 خلال 45 يوم، وتم تغيير اسم سد النهضه من سد الحدود كما في الدراسه الامريكيه الى مشروع اكس. ده في شهر فبراير 2011، وفي مارس اعلن تغيير الاسم الى سد الفيل الاثيوبي العظيم، وفي 2 ابريل او بعد ما وضعوا حجر الاساس باسبوع غيروا المسمى مره اخرى الى سد النهضه الاثيوبي العظيم. الاسماء رنانه،
فيها يعني حشد فيها سياسه، فيها بروباغندا سياسيه، فيها سياسه